استقبلوا معايا إيهاب وأمينيكس. مرحبا بكم. الله يبارك فيك. نهار كبير هذا. الله يبارك. نهار كبير. وين خرجت هذه؟ ما عرفتش انت تجي خرجك. فضحونا لي فان بكم. فضحونا فغيمون فضحونا. الحمد لله. اشتغل ميساج في التليفون، في الواتساب، في الفيسبوك. اشتغل كثرت محبتهم. كثرت محبتهم لدرجة أن أمينيكس وحدة حطت لي ورقة حسبة بالدار. وغلطت وداتها عند الجيران. تكون جارتك هذيك. أنت اللي مسيفطها بالتليفون. صورة ديال الرسالة جيب لينا أمينيكس حتى للدار. أنا دخلت سحبني شي سيد على المحكمة ولا شي. أمينيكس وإيهاب راكم محيحين بعدا في لي ريزو سوسيو، كلشي كيهضر عليكم. الحمد لله. الحمد لله هادشي عاجبكم؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. شيكي. أنت إيهاب راه ماشي صيفطوا غير رسالة، واحد لقات وقالت لي عافاك جيب لي خويا. جيب لي إيهاب. أمينيكس أنت هذا هو اللقب باش تعرفتي، ولكن الاسم الحقيقي ديالك هو أمين التمري. ياك فعلا. منين جات أمينيكس؟ أمينيكس يعني ديجا كان سيغنوم، كانوا كيطلقوا عليا في الليسي يعني أمين بلوس لو لوكس. أمين بلوس لو لوكس فوالا. أمينيكس عرفتي أمينيكس بحال شي دواء ديال الكحبة. أمينيكس أمينيكس دواء ديال الحزن. كيكون بنادم حزين وكيسمع كينشط. سي إيهاب صافا؟ لاباس الحمد لله. كلشي بخير؟ الله يلاه بخير. انت خويا ولكن ما كنعرفكش. انت ما انت كنعرفك. إيهاب انت تألقتي وحصلتي على واحد الشهرة كبيرة في واحد الوقت قصير، يعني مدة وجيزة تعرف عليك الجمهور من خلال برنامج ستار أكاديمي، وتمايا درتي واحد البصمة وخليتي أن كلشي يبدا يهضر على إيهاب 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 والحالة ديال المطار. الحمد لله. هذا الحمد لله. لماذا ما نقول الحمد لله؟ زعما لا زعما الحمد لله زعما ما كنتش متوقع هذا الشيء، هذا الشيء كان بالنسبة لي حلم وتحقق الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله حضرت محبة الناس وهذه كانت كنتمناها وحققتها الحمد لله. كنتي كتمنى حب الناس؟ لا. لا ما كنتيش كتمنى حب الناس. اسمح لي وخليني نكمل. كنت في المجال يعني في المجال اكيد اي واحد في المجال الفني كيبغي بلا حب الناس او بلا جمهور ما يقدرش او بلا حرام ما كيتسماش فنان. فنان هو الجمهور ديالو وهذا الشيء الحمد لله اللي حصلت عليه وليا الفخر اكيد. أمينيكس حتى انت في مدة قصيرة قدرتي انك تثبت نفسك مزيان في الساحة الفنية في يعني في خضم هاد الموجة الشبابية اللي كاينة دابا، وقدمتي أعمال اللي عجبت الجمهور وتبعها، قدمتي أغاني اللي دارت بين قوسين لو بوز بينها الأغنية ديال ماشي بحالهم. انت بحالهم ولا ماشي بحالهم؟ أنا ماشي بحالهم. ماشي بحال شكون؟ هذوك اللي ماشي بحالنا. الأغنية ديال ماشي بحالهم هي اللي شهرتك أكثر ياك؟ الشهرة ديالي بدات إيفيكتيفمون مورا الأغنية ديال أنا وياك اللي يعني كانت أول أغنية بوب آر إن بي في المغرب بداك الشكل، وأول مرة كنسمعو مغربي كيقول غانديماري غانكسيري غانديك معايا في إن شونسون، ومن بعد جات وي غانديماري غانكسيري غانديك معايا. هذه أغنية. حبيبة ديالي يلاه ركبي حدايا غانديماري غانكسيري غانديك معايا. فوالا. غانديماري غانكسيري هذه راه خصك عليها مخالفة. غانديماري غانكسيري غانديك حدايا. دير مرا الصمتة. والله العظيم أغنية في شكل هذه. انت بالضبط عندك اغاني اللي فيهم كلمات شي شويه غريبه. غريبه غريبه الاطوار. هذا ضيضاي
قول 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 عاود 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 لحظه ما نحبكش نهي قول قول عاود ثاني امو امتي ويلي ويلي انا ما نسولكش انت شنو هي هذا ضيضي نسول ايهاب ايهاب شنو هذا ضيضي ما ما ضلي معك خاص نسولو هو اللي هذا ضيضي ضيضي امي شنو هي طاني طانا عند شنو هي طاني طانا طاني طانا ديال ديال الاندلسي هذه هادي دادا هادي ضيضي جابها من نكملوا بها اللازمه لا لا بصح بصح واش عندها شي معنى هذا ضيضي نو هو هاد الكلمات بحال هاد ايلي ايلي الا الليل لالي يعني طاني طانا كلهم تنكملوا بهم الجمله الموسيقيه يعني يا با مال دو شونسون في العالم اللي فيهم بارابا فهمتي دونك تنكملوا بهم الجمله تيجيو ميلوديك وفوالا هذا ضيضي لا ولكن هذا ضيضي انت ماشي بحالهم ويلي ويلي انت ماشي بحالهم ناري ناري انت ماشي بحالهم راه ماشي بحالهم بس اعطينا معنى ديال هذا ضيضي بغيتي اليوم تخرج لها معنى والو اليوم بغينا نعطيوها معنى باش الناس تلا داولوها من بعد ولاو واخا نقولوا كبيده انت هي ماشي بحالهم وهذا داي داي هذا نهار نهار ماشي بحالهم فوالا تتغمق علي انت كتغمق علي سي ايهاب صافا كلشي بخير انت ولد مدينه اسفي ياك الاب الابوين ديالك مسفيويين وتحيه للناس ديال اسفي انت اسفي ولكن هذيك را منين ما عرفتش مخلط انا ما عرفتيش الله يمعك امبرنيك تحيه للناس ديال فاس اكيد وديال المغرب كامل انت كما قلت لك كسبتي شهره فوقت وجيز والناس تعرفوا عليك من خلال البرنامج كما قلت لك ولكن واش ما تخوفتيش من هذه الشهره لان دائما تيقولوا الشهره اللي كتجي بالزربه كتكون زائفه والشهره اللي كتجي بالزربه كتمشي بالزربه الشهرة اللي كتجي بالزربة ماشي زائفة ولكن خاصك انت تكونفيرمي راسك خاصك انت تبين للناس انني كاين وخاسر ستاراك يعني سالت البرنامج خاصك تكونفيرمي راسك تبين لهم انا فنان وانا ديجا عندي لحسن الحظ انا عندي جوج اغاني اللي عرفوا نجاح كبير انت اللي بديتي وتعالي ليا واللي مكتبه ديالي والحان ديالي وان شاء الله الاستمراريه نخدم عليها ان شاء الله باش احتجت البرنامج غير عطاني واحد الدفعه عرفني على الناس والناس ضروري ذواقه وكيتسناو منك الجديد اكيد وهذا الشيء اللي خدام علي هذا الشيء كيفرح يعني انك تشوف الشباب تبارك الله عاد بادين ومحقين نجاح ومحقين والاغاني ديالهم كتسمع وكتحقق ملايين المشاهده في نظركم هاد الملايين المشاهده واش كتعتبر معيار ديال النجاح ولا لا جاوب انت اللي بغيت جاوب شي انا تتفق انا راجل الصراحه بحال اللي قال ايهاب فالاغنيه يعني النجاح ديالها الحقيقي هو ملي كتكون كتردد بين الناس يعني ماشي لي فيو دائما هما اللي كيحكموا على الفنان وانما بزاف ديال المقومات فيه هو في لا بيرسوناليتي ديالو ولا في لا شونسون ديالو اللي الجمهور كيبغيهم وهذاك هو النجاح الحقيقي ولكن هاد الاغاني هذه بصراحه كاين الناس اللي كتعجبهم هاد الفئه وكاين واحد الفئه اللي عندهم تذمر من هاد الكلمات اللي فيها بين قوسين اسمحوا لي على التعبير التخربيق اغنيه كتلقى فيها شي كلمات اللي في شكل تلقيتي انتقادات امينوكس بالنسبه للاغنيه بيان سور تلقيت انتقادات هو بالنسبه لاي نجاح تيكونوا بزاف الانتقادات يعني عادي فهمتي الناس كاع اللي نجحوا في التاريخ ديالهم كانوا عندهم بزاف المنتقدين يمكن ماشي كينتقدوهم وانما ما قدروش يفهموهم ولا هما سابقين الوقت ديالهم ولا كان مولاهم براسهم ما فاهموا ومع المده كيفهموهم ان شاء الله واخا ايهاب خويا ايهاب انت هي في الشهره ديالك ارتبطات بالاسم ديال ايهاب وتعرفت ايهاب بواحد الشكل سريع من مورا العوده ديالك من برنامج ستار اكاديمي حتى اللي ما تبعش البرنامج ولا كيعرفك من بعد لان وقعت فضيحه في المطار من جاء ايهاب لا ماشي فضيحه يعني وقعت حاله يعني المعجبات بارتو كيتسناو وكل شيء كيغوت ايهاب ايهاب زيد الناس باش زوين البرنامج ستار اكاديمي ان الناس تعيشوا معك 4 شهور
يعني تعرفوا تعرفوا الشخصيه ديالك تعرفوا كيفاش كتصرف. كنظن ان الناس بغوني من جميع الفئات الحمد لله، لا كبار لا صغار لا اطفال الحمد لله. حتى شافوني عفوي، شافوني ولد الشعب، وشافوني مثلت الحمد لله بلادي احسن تمثيل. سي نورمال غتشوف الناس غيبغوني بهذه الطريقه وغيبغوني بهذا، يعني هذا الشيء فخ ليا، هذا الشيء كنت كنحلم به. تفاجأتي؟ تفاجأت ملي لقيتي الناس ولا كنتي متوقع؟ لا لا نهائيا، كنت متوقع العائله ديالي واصحاب ديالي وغنتموا جايين للاس في صح؟ والله العظيم. شنو الاضافه اللي عطى ستار اكاديمي لإيهاب أمير؟ ضاف ليا بزاف، ضاف ليا فنيا حتى في الشخصيه ديالي. نضجت، تعلمت بزاف الحوايج. الا لاحظتوا في بدايه البرنامج كنت صغير، خريت كبير. كبرتي دغيا؟ كبرت. اش كانوا كيوكلوك داك الشيء؟ لا لا كبرت زعما، زادوا بزاف الحوايج حيت نضجتي في شخصيتك. الشخصيه ديالي حيت هي اكاديمي، فهمتي؟ كتعلمك بزاف الحوايج. تقفت موسيقيا و الحمد لله. عارف راسك كيفاش تخرج من رشيد شومبيت؟ ناضج عاوتاني. ناضج خور هذا. لا الشيء اللي خرجنا من رشيد شومبيت خير ولا خير مزيان. امينوكس، انت واش يعني ما عمرك فكرتي انك تشارك في هذا النوع ديال البرامج الغنائيه لاكتشاف مواهب؟ الصراحة أنا التوجه ديالي في الأول كان شوية ميوزيك أوربان، يعني ما كنتش كندير الطرب باش نفكر نمشي برامج مواهب، ولكن يعني كيف ما قلت لك أنا كنت كندير أوتو برودكسيون ديالي، يعني كندير موسيقى راسي في الدار مخبى. دونك كانت عندي لي مويان هكا أوتو برود باش نخرج أغاني، واخا كانوا أغاني في واحد الوقت اللي هما أماتور، ولكن مع المدة ديفلوبيت راسي وفوالا. كانوا سولوك في هذا البرامج الاذاعيه وقالوا لك واش عمرك فكرتي انك تشارك في هذا النوع البرامج؟ في تصريح قلتي بانك انت خصك تمشي كعضو في لجنه التحكيم، والبعض اعتبر هذا الشيء انه غرور. يعني هو الصراحه كان الا شفنا السياق ديال البرنامج كامل فين كان غادي، كان غادي في واحد الاتجاه، لان انا كنت كندافع على ان الموسيقى ديالي هي موسيقى مختلفه. يعني ما يمكنش انا مثلا نخضع لواحد المقومات ديال واحد ستيل اخر. هذه الفكره اللي كنت باغي نوصل، وفي التصريح ديالي قلت بانه انا الا مشيت مثلا برنامج ديال المواهب غادي نقدر نفهم هذوك الناس اللي يمكن ناس اخرين ما فهموش الستيل ديالهم، بحكم انني عشت هذيك التجربه وكنعرف ذاك الستيل المختلف. صافي هذا اللي كاين، وبحكم انني كاتب وملحن فوالا. غير هو القضية ديال انك تكون في لجنه التحكيم كيخصها بزاف ديال الوقت، كيخص تراكمات، كيخص تجربه، كيخص التصريح ما كتعتبرش انك تسرعتي فيه؟ لا ما كنعتبرش انني تسرعت، لانه انا قلت لك لا فيزيون ديالي من ذاك التصريح كانت هو انه كاين بعض الناس وبعض الشباب في المغرب اللي كيديروا بعض السيلات مختلفه على السيل الاخرين، دونك ما خصناش نقصيوهم نقولوا هذوك الناس راه نطبقوا عليهم، يعني نطبقوا عليهم المقومات ديال شي فن اخر ونقولوا لا راه هذوك غير تيخربقوا. الوغ كو بالنسبه لي انا ولا بالنسبه للناس اللي كيديروا السيل ديالي حنا كنفهموا بعضياتنا، هذه هي لا فيزيون اللي كانت من التصريح. إيهاب، أنت من مدينة أسفي، وأسفي معروفة بالعيطة، وما كرهناش تسمعنا شي عيطة مسفيوية اليوم في رشيد شو. عيطة؟ عيطة، عيط أخويا. عيط ليه أنا؟ عيط أنا. ويلي ياليلي، مال حبيبي ومالو عليا، ما بدي ما ندير أسيدي. ويلي ياليلي، مال حبيبي ومالو عليا، ما بدي ما ندير اسيدي. ويلي ياليلي، دا 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 نتوما العلي، دا 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 نتوما قصص الخيل. جيبوها وجيبوها، جيبو الكفر بالله. ويلي ياليلي، ألطيف 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 ألطيف. بس قول لنا شكون الكافر؟ شكون الكافر بالله ما عرفتهاش؟ والله ما عرفتهاش. وش العيطة كي دايرة؟ العيطة جونتي. جونتي. تيبني العيطة زوينة. ماشي ستيل. ماشي ستيل ديالي فهمت؟ لا ماشي ستيل، ولكن العيطة ظريفة حنينة. الله يحفظك. تبارك الله عليك. شكرا. أمينوكس،
ما ديرش ما تعيطش واخا تعيط لداركم لا ما عيط ماشي مزيان. شنو أول أغنية غنيتي في حياتك إيهاب؟ كنفكك هي أغنية أم كلثوم. أم كلثوم من وحدة؟ بعيدة عنك. بعيدة عنك، يلاه عطيني منها شي حاجة. نغني أم كلثوم. أغنية أخرى؟ يلاه تفضل. اسأل عن اللي قضى الليل من الأمل من الذكرى يصبر القلب المشغول ويقوله نتقابل بكرة. اسأل عن اللي قضى الليل من الأمل من الذكرى يصبر القلب المشغول ويقوله نتقابل بكرة. وبعده يفوت وقبله يفوت ولا كلمة ولا مرسال، وهو العمر في كم يوم وانا بعدك علي طال يا ناسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني. ريحني وعطف على حالي وارحمني من كتر ظنوني. لا عينيا بيهواها النوم ولا بخطر على بالك يوم تسأل عني. امينيكس انت بديتي بالراب ومن بعد درتي الار ان بي، كيفاش جا التحول هذا وعلاش ما بقيتيش في هذاك اللون؟ حيتاش هو يعني في الطريقه ديال الكتابه ديالي انا كنت كنكتب بالطريقه ديال الراب، يعني حتى الا لاحظتي الاغاني ديالي مختلفين شويه في الطريقه ديال الكتابه. ومن بعد بقيت كنعمل لي غوفران لي جروب بحكم ان الار ان بي والراب قراب شويه من شحال هادي، لا الار ان بي والبوب راب قراب لبعضياتهم سورتو في لاميريك ايتو. دونك بقيت كنحاول انني دوك لي بارول اللي كنت كنكتب بالراب كنعطيهم واحد لا ميلودي. دونك خرج السيل ديالي هكا حنيون حنيون. انت ستيلك حنيون حنيون وزيون غزيون. دابا السيل اللي كتغني شنو هو بالضبط؟ بوب ار ان بي. بوب ار ان بي. ار ان بي. ايهاب من بعد رجوعك للمغرب يصير كل شيء طرا عليك كما قلت لك استقبال في المطار. ظهرت لي ايهاب قالت واحد الجمله شهرت وتعرفت وهذيك السيده حققت شهره كبيره وكل شيء ولا كيهضر عليها في مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الجمله هذه. غير قتلوه مسكين. لا ماشي خويا ولكن كنعرفو حشومه عليهم. اليوم عندنا لك مفاجاه. هذيك البنت اللي تتقول ايهاب حاضره معنا اليوم قاسها نهى. وهيلا صافا مرحبا بك. ربي يخليك. تشهرتي اكثر من ايهاب. لا لا حاشا ويلي حاشا. شتي مازال ديك حاشا واش نتشهر اكثر منه. كلشي بخير صافا الحمد لله. هذيك الجمله اللي قلتيها انت قلتيها بطريقه عفويه ولكن واحد الوقيته كلشي ولا كيهضر عليك في مواقع التواصل الاجتماعي وكاين اللي استعملها بطريقه ساخره وهضر عليك. عاودي لي كيفاش عشتي داك الموقف وكيفاش تخرجت لك ديك الجمله في ديك اللحظه وكيفاش تعاملتي مع هاد الشهره اللي تانتي وقعت لي فوق تقصير. اول حاجه يعني كان يعني انا ماشي درتها بعفويه، هذه حاجه عارفينها كاع الناس، ولكن راه ما كنتش غير انا، راه كانوا بزاف تليفون ديالو، يعني غير انا اللي جات الكاميرا، يعني في داك الوقت جات عندي انا، كون مشات عند واحد اخر بيان سي غيكون ردة الفعل ديالو مع الناس بزاف وما كتعرفش شنو، ما بنادم بزاف ومجموع عليه هو يا مخلوع، يعني هادشي هذيك غير عفويه. انت خايفه عليه في ديك اللحظه؟ بيان سي كتشوف الناس بزاف وغادي تخلع. انا تخلعت، ماشي تخلعت عليه، انا تخلعت من داك البنادم كيدفعك لا تخلعتي عليه غيقتلوه مسكين وتخلعت على راسي. وشنو السر ديال ماشي خويا ولكن كنعرف؟
سولتني البنت هما مونطين الفيديو هذه هي اول حاجه سولتني البنت قالت لي واش خوك قلت لها لا ماشي خويا ولكن كنعرفو عادي تقدر تقولي لنا بنفس الطريقه هافك واخا نبغي نحاول نديرها ولكن ما غاديش ترجع كيف ما الفيديو ديري لنا غير الغوته يلا غير الغوته يلا غير الغوته إيهاب فشتي الفيديو شنو هي اول رده فعل كانت عندك رده الفعل اول ما كنتش متوقع انها غتاخذ الدرجه كامله ونهيله راه فان ديالي و كنشكرها بزاف ساعدتني بزاف حيت كما كيعرفوا الناس ان بهاد إيهاب هادي تزيد تعرف اكثر من غير البرنامج و كنشكرها لها هي للجمهور ديالي الكبير وان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالهم ان شاء الله ونشرفهم كما هما كيخافوا عليا نهيلة كيفاش عملتي مع هذه المساله من بعد يعني ملي الفيديو ديالك شافوه تنظن نسال العائله ديالك يكونوا شافوه الاقرباء ديالك الاصدقاء شنو قالوا لك الوسط ديالك العائلي مثلا شنو قالوا تقلقوا مني خداو موقف اي واحد غادي يتقلق يعني هو فيديو ما فيه شي حاجه يعني اللي خايبه ولكن الناس اعتبروه حاجه خايبه تقلقوا منك العائله بيان سور علاش تقلقوا مني قالوا لي يعني ما كانش علي تقلقوا على حاجه وحده على حساب الكاميرا يعني انا يعني كان عليا رد البال الكاميرا قدامي ما شفتهاش انايا سواء كل شيء اعتبرها سلبيه انا من جهتي انا كنشوف انهم بنات بلادي واعتبروني بحال خوهم وخافوا عليا من حيت صعيبه ان باش تشوف انني وسط هذاك الحشد ديال الناس راه نورمال كان حتى العائله ديالو كانوا تماك و يعني ماشي كاين الناس خدوها وكل واحد عنده طريقه التعبير ديالو وانا كنحترمها كنحترم جميع الطرق ديال التعبير ديال الحب ديالهم ليا هذا كيفرحني وهذا فخر ليا كمغربي و اش نقول لك كنبغيهم بزاف هادو الناس اللي كيبغوني كنبغيهم امينيكس انت عمر شي حد ما قالت لك امينيكس انا باش كيكون شي سهره كبيره بحال هكا كيهربوني كنهرب كنمشي كنجري بحال شي اتليت لان فوالا البنات ولا الجمهور ديالك كتلقاه كيبغيك هكا وصافي حب بريء بدون مقابل وصافي بليزير وهيلا شنو ممكن تقولي لإيهاب اليوم وشنو ممكن تقولي للجمهور اللي داروا تعليقات سواء ايجابيه ولا سلبيه على الفيديو ديالك الناس اللي علقوا كيف ايجابيه كيف سلبيه شكرا لهم بزاف ماشي مشكل يعني هانيه من حقكم هذاك حقهم يعبروا كيف ما بغاو وإيهاب كنقول ليه الله يوفقه وجويز انيفيرسير وان شاء الله نتمنوا ليه الخير والجمهور ديالو راه معاه ديما وانا كنمثل دابا الجمهور ديالو الفانز ديال إيهاب الامير وان شاء الله الله يوفقه في مسيرته الفنيه وحنا ديما معاه الله يخليه لينا تصفيقات على نهيله عندك واحد الاغنيه اللي سميتها ويما نسمعوا منها مقطع ما حلاش عمري مش هاد كيبوس انا في الاغنيه لا كاين كيبوس لا كاين دابا غادي تطلق واحد الموجه جديده اللي جاي بدا يعطس لينا في الاغنيه اول جو بونس اول واحد بس في الاغنيه هو داك التركي اللي كان دلب شحال هادي عقلتي عليها ولا ما عقلتي هذه كانت لا بروميير شونزون فوالا جات هكاك عفويه في الاستوديو ما كانتش بروغرامي جات زوينه درت موحل الجمهور بغينا نسمعوا اغنيه ديال هذا ضيضي انت ماشي بحالهم بصوتك دابا ولكن غير رافقك في العزف ايهاب لان جبنا الجيتار ديالو اليوم انت
متفقين؟ صافي تفيقه سهر عليهم. تيرا لا 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 هو 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 ناس ماشي كيف الناس فيهم اذهب فيهم انحاس احنا يماهمنا شكلامهم هادو يمنا ماشي يامهم حاس باللي الناس ما حاملين ناش وما كاين باس هادي حياتنا ماشي حياتهم ربي حاسبنا وممال هو حبك موتيفيشن كاي حرك سنسيشن بيبي لهدو ريليشن انا ندير قاع ريفليشن انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم ما بيبي جير هوه انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم ما بيبي جير كبيدة انتي وهذا ضي ضي عمر انتي ماشي بحالهم ويلي ويلي ماشي بحالهم وهالراي ماشي بحالهم وناري ناري ماشي بحالهم هوا واو واو ماشي بحالهم راشد شو ماشي بحالهم ميرسي ميرسي خليك خليك إيهاب إيهاب خليك حنا اليوم بغينا نعطيك واحد التحدي يا امينوكس لا كتبنا لك واحد الكلمة الكلام جديد بحال هذا ضيضي ولكن شوية صعيب على هذا ضيضي كلمات جديدة وبغيناك تغنيهم حصلت انت كتلحن وكتكتب الكلمات حنا كتبنا لك كلمات سبيسيال وبغيناك تغنيهم هاي بنت الناس راك قهرتيني بالبسباس وكما بغيتيني المهم كلمات زوينة تغنيهم دابا مباشرة في راشيد شو تفيقها سال امينوكس غني معايا انا عازف بسباس اغنية البسباس اغنية البسباس لا إديسيون راشيد شو تقدم اغنية البسباس هذا ضيضي بالبسباس بالبسباس اغنية هذا ضيضية يلا سير 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 نمشي انا ولا نمشي انت سير يلا تيرارارا ها يا بنت الناس راكي قهرتيني بالبسباس ياك ما بغيتي ترجعي لداركم راني مازال عقل على بابكم هاد طيب الناس راكي قهرتيني بالبسباس ياك ما بغيتي ترجعي لداركم راني مازال عقل على بابكم هاد طياب تخربي قايشن راه بان ليا تكارييشن ويلي ويلي شاد الشوهيشن شوهتيني مع صاحبي لحشن انتي ماشي بحالهم انتي ماشي بحالهم انتي سيري لداركم انتي سيري لداركم انتي سيري لداركم انتي يلا سيري لداركم ناري ناري سيري لداركم ويلي ويلي سيري لداركم هذا داي داي سيري لداركم وهالعار سيري لداركم واو 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 سيري لداركم يا بربي تمشي لداركم عندك شي تيك كديرو بزاف انت هادي ياك كاد بزاف على الخنوفة ياك سي خاص على امينوكس لاحظنا مؤخرا ان الشباب والاغنيه اللي ولات دابا يعني ولات كتسوق الكلمات اللي يعني بعض المرات كيكونوا شي كلمات ماشي في المستوى وكنسمعوهم وهاد الاغاني هي اللي كدير لو بوز وهي اللي كتخدم وهي اللي كتنتشر ولكن المده ديال الصلاحيه ديالها قليله هاد الاغاني دغيا كتبريما ما كتبقاش بحال الاغاني القديمه وهذا انتم شنو رايكم في هاد الموجه هذه واش انتم مع ولا ضد هاد النوع ديال الاغاني ما عرفتش انا مثلا بالنسبه لي كاين اغاني مغربيه اللي حققت نجاح وفيها كلمات عاديه والاغاني الاخرى يعني نقولوا يعني بحال اللي قلتي عندها مده قصيره وهو الفن باش تكون واقعيين ما بقاش باه ما بقاش الفن شنو الفن ما بقاش ولا الفن كوميرسيال ولا باش ان تمشى لك الاغنيه ديالك خاصك تبع لا طوندونس لما تبعتيش لا طوندونس غتفشي تبقى في بلاصتك
حيت الناس صافي مع كثرة الاغاني اللي بحال بحال ولفوا على الاغاني دونك خصك انت تتبع لا طوندونس سينو ما غتكملش فهمتيني. نتمنوا تجي شي موجه جديده وتجي شي حاجه اللي نسمعوا فيها الموسيقى. افتقدنا احنا كجمهور مغربي افتقدنا شي حاجه سميتها الموسيقى ولا غير ولا البوز ولا البوز. اي حاجه كلمات ماشي هما هذوك كتحطوا كيتسوقوا باش الناس يقولوا شوف اسمع اغنيه جديده فيها كلمه مشكل باش انا بالنسبه لي مثلا يعني كنهضر على الالحان ديالي ولا شفنا ويما ولا شفنا ماشي بحالهم ديما كنحاول انا والليكيب ديالي ان احنا نحطوا شي توش ماروكين يعني مثلا الا سمعتي ماشي بحالهم كتسمع سولو ديال راي وجدي حقيقي سمعتي عاود ويما كتسمع الدقه المراكشيه في السولو يعني هذه الفكره هذه عندي ديما انني نتبازا على لا تراديسيون وندير واحد الحاجه اللي هي مودرن تعجب كاع الاجيال. دونك انت بغيتي تقولي ان اغانيك ماشي بحالهم سؤال إيه؟ لا باش زوين امينيكس انه عنده ستيل مختلف ان ملي كتسمعوه هو صافي ملي كتسمعوه هو ما كتفهمتيش اللي كيبان لك مختلف على الفنانين الاخرين وهذا الشيء اللي كيميزو وهذا الشيء اللي نجحو. الله يحفظك اخي شكرا عجبك شكرا بعضياتنا شكرا عندك اغنيه خرجت للسوق مؤخرا بعنوان ما كاين ما ولكن بعض الناس اتهموك وقالوا بان هذا العنوان ديال الاغنيه سرقتيه من اغنيه ديال واحد الرابور كان شكون هو؟ اللي هو الصاعرمان كان عنده واحد الاغنيه بعنوان ما كاين ما نسمعوا منها مقطع؟ نسمعوا منها ما كاين ما 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 الصراحه الصاعرمان كنعرفو رابور مزيان ولد كازا كنوجه ليه تحيه ولكن لو كونسيبت ديال لا شونسون ولا كيفاش دايره لا هكا خديتها منه ولا شي حاجه نسمعوها وتعرف بعيده بزاف على ولكن نفس العنوان وانيه بعيد عنك ولا بعيده راه فيها 80 اغنيه سميتها بعيده اغاني نفسها عادي الناس كلها 30 سميتهم اجي سمعوا الاغنيه حكموا نسمعوا اكستريم من الاغنيه ديال امينوكس إيهاب خويا كيدير الصحيحة الله يلا بخير كيدير أسفي ما عجبني المحل عجبك المحل جلس عندي في الصالون والله والله زعما ما كنصدقش راسي أنني في برنامج رشيد شو والله ما نكذب عليك علاش حيت أنا كنت إنسان عادي وكنت تفرج في التلفازة في رشيد شو كنقول في يوم من الايام غنكون في هذا البرنامج كان عندي واحد الامل ان غنكون سبحان الله كنت في هذا البرنامج زعما يعني ما صدقتش راسي فعلا ما صدقتش مرحبا بك مرحبا بك فهنا بعد كاين بعض الناس اللي بعض المرات كيوجهوا لي واحد العتاب كيقولوا لي برنامج كتجيب ليه مثلا فنانه اللي عندهم 40 عام في الميدان 30 عام وبعض المرات كتجيب شباب عاد بداوا انا بالعكس كنبغي هذه نقول رساله للناس كنقول بان حتى الشباب عندهم الحق لانهم حتى هما فوق التوجيز قدروا انهم يحققوا نجاح كبير وهذا البرنامج ديال كل الاجيال يعني اي واحد ممكن يدوز فيه اللي عنده شيء جديد ولا اللي حقق نجاح ويستاهل انه يجي مرحبا به مرحبا عرفنا بانك انت تبارك الله كتغني بزاف ديال الالوان الراي الشرقي الشعبي اليوم بغينا نسمع من عندك شي حاجه ديال الشاب عقيل مرحبا بصوت في غزل إيهاب سالوني عليها جيبولي اخبار كي راهي مغبونه ولا بهنيه ولا مازال هتجبد عليا ولا خلاص راهي ناسيه ما تحكولاش وشنو صاري فيا من اللي نبكي كي نتوحشا مش لا ولا نسيت تقدر تبغيني سي با باسكو جفيتها مازال عشقك في البال ننساك محال يلي نسيتينا هاي ولا طوالة العمر
وحكمت الأقدار يا بالك اش نهار تموت وترجع لينا حياتي بلا بيك غبينا العيشة والله ميزيريا قول ربي خلقك غنتي غنتي ما في غنتي رزيتيني من اللي غبت عليا وحنانتك مازال هافية عيش حياتك ولا غب نوك ولي ليا ولي ليا مازال مازال عشقك في البال لسك موحال يلي ستي ما عندي ما يتسالك برافو عليك بغيت نسولك على السؤال بخصوص برنامج ستار اكاديمي انت ثاني شاب مغربي كيتقبل في هذا البرنامج شنو مشكلة هذوك الناس المكلفين بالبرنامج في هذه القضيه لان كيقبلوا دائما غير البنات المده ديال السنوات كثيره والبرنامج كاين ولكن دائما تيتخذوا غير البنات حيتاش انا ملي مشيت تقبلت في المرحله ديال لبنان ما كنتش متوقع انني غنتقبل حيت الهضره اللي كتروج بيني يا بين الناس يا بين لي كونديدات ما كيقولوا المغاربه ما كيتقبلوش الدراري اما البنات راه كيتقبلوا الدراري ما كيتقبلوش وما عرفتش واش لقاو فيا المواصفات اللي بغاو ما عرفتش الحمد لله امينوكس سمعنا بانك كتلحن وكتغني وكتكتب الكلمات وتعاملتي مع بعض الفنانه منهم الفنانه حسناء زلاغ اللي كتبتي ليها الكلمات ديال الاغنيه ديالها واللي لاقات نجاح الاغنيه ديال ويلو كيد نسى واش عندك تكوين اكاديمي يعني عندك تكوين موسيقي درتي قريتي على الموسيقى صراحه هو انا بديت راسي يعني عصامي هكذا راسي كنلحن وابخي حاولت ناخذ دينونسيون في لا ميوزيك هكذا باش نادابتي ديك الالحان ديالي مع لي نورم ديال لا ميوزيك ومن بعد جات هذه تجربه الالحان لحنت حسناء زلاخ الاغنيه ديالها اكيد نسى وان شاء الله غادي يكون تعامل مع فنانه اخرين بحال فاطمه الزهراء العروسي حنان الخضر دونك ان شاء الله غادي يكون بامال ديال غادي نمشي في التلحين وكتابه الكلمات ولكن غنحافظ عاود على السيل ديالي كيف ما هو عندك اغنيه من الالحان وكلماتك عندي ثلاثه دابا ثلاثة من كتابتي والحان واش نتوما متحد ما ياكل معكم الخبز لا ما ياكلش معنا تلحنوا وتغنيوا لا حيتاش شي اغنيه كتكتبها انت من الداخل ديالك تحس بها صافي تحس بها اللي كنتي تحس بها انت راه اوتوماتيكمون الناس غيبغوها حتى انت اللي طالعه منك من الداخل ديالك اش من اغنيه اللي نجحت اكثر انت اللي بديتي وصلت ل 20 مليون مشاهده تعالي ليا وصلت 8 مليون مشاهده وهذه الجديده ان شاء الله اللي خرجت اكيد بعنوان ما درنا والو يلا عطيني شي حاجه من انت اللي بديتي يلا تصفيقه تحرر وهاني هلا مشيتي موراك سد الباب بلاتي هاني هلا مشيتي موراك سد الباب وطفى معاها دوس البوط قال له عادي شوكي انت اللي بديتي يلا كمل اسمح لي قطعتك انت اللي بديتي عكاش اسمح لي انا ما بديتش وهاني هلا مشيتي موراك سد الباب يمتي ولا حيتي غادي تدوق العذاب كتهددني بكلامك انا نسيت غرامك يلا احسب خطواتك وسر الله معاك فعايل واحد صبياني بغيت هود لي شاني كرمتي فوق من مرتاح بلاك وانت اللي بديتي الخصام انت اللي بديتي علمت الحرب عليا وانت اللي بغيتي تحمل العقوبة هدي والتوبة غنقادك رب حياتي والله لنسيتي برافو امينوكس انت اصغر فنان شاب مغربي كيتوشح من طرف صاحب الجلاله اشنو كيمثل لك هذا التوشيح خصوصا انك انت في بدايه مشوارك الفني فبالنسبه لي التوشيح من صاحب الجلاله الله ينصره هو ماشي توشيح الامينوكس وانما توشيح لكاع الشباب المغاربه اللي هما فلاش ديال امينوكس وبانه يعني هاد
هاد الوسام هو امل لكاع الشباب الامين وايهاب انهم يحلموا من صلب هذا الوطن ويمشيوا بعيد ان شاء الله العالميه. ايهاب مبروك عليك الاغنيه الجديده اللي خرجتي بعنوان ما درنا والو. ما درنا والو نسمعوا. هاد الأغنية هذه شنو فيها؟ في مزيج ما بين الراي؟ ما بين الراي وكلمات مغربية 100% ودخلت عليها حتى لا كيتار إلكتريك فيها ليزانسخيمون للعربيين، فيها الناي، فيها العود. يعني حاولت ندير مزيج ان شاء الله تعجب الناس، ان شاء الله تكون شي حاجه جديده، حيت بعدت شويه على لا توندونس، بعدت شويه على الموسيقى الحاليه، حاولت نختلف شويه باش كتكون ديفيرون شويه. ما نقولش لك هذه راه كتشبه هذه وهذه كتشبه هذيك، كتبقى حتى يونيك فهمتيني، كتبقى موسيقى اللي مختلفه وان شاء الله تعجب الناس ان شاء الله. ما كتفكرش في فيديو مع شي فنان؟ علاش لا؟ مرحبا. عندك شي مشروع؟ حاليا لا. دير شي مشروع مع اميليكس؟ مرحبا على عينك اصلا. متفقين من رشيد شو؟ اتفاق؟ ان شاء الله علاش لا؟ عطوني لاباي ديالي انا. دابا المشكل احنا كنكتبوا كل اللحنه، اش غادير؟ انتم كتكتبوا كتلحنوا وغادي تخدموا. مزيان. دونك فكروا في شي مشروع هكا بجوجكم. ان شاء الله علاش لا؟ الشرف. خذ الجيتار ديالك. نديك واحد الاغنية. نبداو في الاغنية شد. مرحبا. علاش ما نديرش اغنية مرتجلة اليوم؟ يلا صافي. بلحن جديد، انت كتلحن وانت كتكتب الكلمات. وبجوجنا كنكتبوا. وبجوجكم كتكتبوا كلمات لحن. نعطيكم الموضوع. شكون هذه الكلمات؟ نعطيكم الموضوع وانتم دبروا راسكم. خصكم تخرجوا لنا دابا اغنية مرتجلة. انا غنعطيكم الكلمات. غادي تدخلوا لي في هذه الاغنية الحب. القمر. يوم الليل والقمر. العطفة. العطفة. باش نصعب عليكم نعطيكم كلمات مختلفين. الحب، السماء، الحمام، القمر، البسطيلة، الدواء الحمر، والقلب. انت كتغافي اللي قليك. انا نشوف غافي معاه. دير لامينو. انا اللي بدي. ثلاثة، جوج. صافي. نسيا الحب والفرح كي نشوفك بالسما، كتباني ليا في القمر نشوفك في السما. عاود. نسيا الحب والفرح نشوفك بالسما، كتباني ليا في القمر كنشوفك في السما. ناكل البسطيلة وتبقى لي حيلة، ناكل البسطيلة ما تبقى لي حيلة، قلبي مجروح نداويه بدوا الحمر، ونضرب بالصندالة كاع اللي بغى يهضر. معلم غادي نديرو تقدر. ما عندي ما يتسالكم. لا هذه اغنية شتي، هذه اغنية من هنا رشيد شو، انتظروا واحد الفيتشرينغ ديالهم بجوج على الدول الحمر والصندالة قريبا. في مواقع التواصل الاجتماعي حطيت في الصفحة الرسمية اللي كتشوفوها أسئلة للجمهور، قلت لهم شنو تبغيو تقولوا للفنانة اللي حاضرين معنا اليوم، واختارينا بعض الأسئلة بغينا نطرحوها عليكم. إيهاب سولتك واحد السيدة قالت لك واش حسيتي بالغرور من بعد هذه الشهرة اللي وصلتي لها؟ نهائيا، حتى الناس اللي كيعرفوني، حتى عائلتي، حتى صحابي مانيش بدلت عليهم، حيت انا اصلا جيت من البساطه وعزيز عليا البساطه، وملي كن حتى كنحاول نكون ماشي انا ما كنعرفش نكون، ما كنعرفش نكون من غير انا فهمتيني. انطلقت من البساطه، عزيز عليا الناس البساط، عزيز عليا ولاد الشعب، مقديمه هكا تواضع وراس في 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 التحت، وهادشي علاش بغوني الناس، علاش بدلت عليهم راه ما يبقاوش يبغوني. واكيد ما عمر الغرور كيوصل للفنان. واحد الاخ قال لك بان قول امينوكس تلاقيته واحد المره في واحد السهره وبغيت نتصور معاه وما عطانيش وقت، شنو قصه القضيه هذه؟ يا الصراحه
الصراحه ماشي هكا كيفاش كتكون السهره كيكون كنكون انا بالعكس انا كنكون علي نبكي باش نتلاقى الجمهور ديالي ولكن التيم او لا سيكوريتي ولا هادو ديما كيبغيو يخرجوك قبل الوقت باش ما كيوقعش داك الصداع وداك الشيء سول اياب على الصداع كيعرف الصداع اكثر من سكيفي انهم كيخرجونا دونك انا كنقول له ما عطيتوش الوقت انا كنعتذر له المره الجايه اجي عندي مرحبا بيه في الدار تعشاو انا وياه مرحبا كانوا هادو اسئله ديال الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي الان غادي ندوزو للفقره ديال الفاسافاس والفاسافاس كما كتعرفوا خصكم تجاوبوا اجوبه مباشره ما يمكنش ترفض الجواب ولا رفضتي الجواب طنو الحقوق إيهاب أمير وأمينوكس فقرة ديال الفاس فاس موسيقى اوتوماتيك مو كتحرك القلب ياك أمينوكس غنعطيك أسماء ديال بعض الفنانات الشابات اللي كيغنيو واللي معروفين بالساحة الفنية بغيت تقول لي شكون في هاد الفنانات الشابات اللي ترفض أنك تتعامل معها سواء من خلال الكلمات والتلحين ولا ديو في هاد الفنانات واش سلمى رشيد دنيا باطمة ابتسام تسكات ولا حنان الخضر الصراحة دنيا فنانة كبيرة كبيرة بزاف تبارك الله عليها حنان كتشق الطريق ديالها وغنتعامل معها يعني ما نقدرش ما نتعاملش معها لأن حنان بغض النظر لأي حاجة كتبقى فنانة جميلة وعندها ما تقول ابتسام حتى هي مشات في الطريق ديالها شكون بقى سلمى رشيد سلمى عزيزة عليا أنا كل ريسة يا محطين خا ما عنديش مع الحروب والله ما عندي ما أشرب مية أشرب حكي يسحب لي ماشي حرة ريسة أخي ريسة والله العظيم أنا جاي أجي نتابعك إيهاب كده لاباس الحمد لله الله يحفظك ماشي بخير إيهاب انت شاركتي في برنامج ستار اكاديمي في نظرك انت كفنان شكون هو في هذه البرامج اللي غنذكر لك اللي عنده مصداقيه اكثر واللي كيخرج اصوات قويه واش ستار اكاديمي ذا فويس عرب ايدل ولا اكس فاكتور هو برنامج ستار اكاديمي مختلف كيركزوش على الصوت كيركزو على الصوت والكاريزما وحيت الناس حيت كاينين يوميات الناس كيعيشوا معاك برنامج ذا فويس كيكونوا فيه اصوات قويه واصوات متمرسه ماشي يلاه باديه ماشي بحالنا يعني كتكون يلاه باديه كتكون متمرس يلاه بغيتي تكون في ذا فويس اكس فاكتور عاوتاني ما كيكونوش تا هو ما كيركزوش فيه على الصوت تركزوا فيه على الصوت والكاريزما انا كنظن ان اللي كيركزوا فيه على الصوت 100% هو برنامج ذا فويس هو برنامج ذا فويس ذا فويس امينوكس انت فنان كدير دابا اغنيه بطريقتك الخاصه سبق لك غنيتي الراب في نظرك شكون هو احسن مغني راب في المغرب واش مسلم البيج ولا ماستر فلو الصراحه انا بحكم التجربه ديالي في الراب فانا ماستر فلو عنده التكنيك ديالو خفيف واعر بيج 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 بتفكيره كيفاش مشى في ميوزيك اندستري وسليم ولد بلادي
احسن واحد شكون؟ مسلم. إيهاب أمير غادي نسمعك أغاني، وهذه الأغاني هي أغاني جديدة اللي تقدمت مؤخرا في الساحة الفنية واللي نجحات ودارت لو بوز. أنا بغيت نسمعك كل مقطع وتقول لي شكون هي أفضل أغنية بالنسبة لك لهذا العام. نسمعوا المقطع الأول ديال أسماء المنور. المقطع الثاني ديال حاتم عمور. انا الاول واحب المركز الاول، انا الاول وهرضى بالحب الاول. المقطع الثالث ديال الفنان احمد شوقي. المقطع الرابع ديال الفنانه جميله البدوي. نظرك انت في هذه الاغاني اللي سمعتي، شنو هي احسن اغنيه ضربات ونجحات في الساحه الفنيه بالنسبه لك؟ احسن اغنيه بالنسبه لي ناكل الهريسه اخويا، ولكن ناكلها بواحد الطريقه. جيب معايا الخبز. حروح حاره. جيب معايا الخبز. جيب معاك الخبز. جيب معاك الخبز من اسفي. جيب معايا من اسفي. محراش. ولكن الا جبتي معاك خبز خصك تغمس مزيان. لا كنغمس اخويا. حاره ايه؟ والله العظيم حارة. حارة أنا الله يا أخوي. كندوز. واك يا أخوي. حارة. أمينوكس. شكون هو أكثر فنان كتحس به أنه كينافسك قوة في الساحة الفنية المغربية؟ الساحة الفنية المغربية مختلفة، فيها موسيقى العصرية، فيها البوب، R&B، راي. كنظنش أن شي واحد كينافس شي واحد، كل واحد غادي في طريقه، كل واحد كيشوف راسه كيفاش باغي يوصل. وحنا انا كنفرح ملي كنشوف الساحه فيها ستيلات مختلفين وبزاف ديال الفنانه وكلهم دي ستار. ان الا شفنا مثلا التجربه المصريه فواحد الوقت كلهم كانوا دي سوبر ستار. انه يكون عندنا دي سوبر ستار ما كيعنيش ان احنا ان ناس منافسينا، كل واحد في المجال ديالو. بالعكس خصنا نعطيو لبعضياتنا اليد، وكل واحد يفيد الاخر في داكشي اللي خاصو يفيدو. وساكلوا الهريسه بكل فرح. انا كل الهريسه دوزها 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 ما خبي يا انا مالنا انا يا ريسة سهل. اللهم الهريسة ولا تحميق الرويسة. شامع خبي زوين اسمع. مالك ذا ايهاب؟ الله يا خويا الله. مالك؟ ايهاب بكل صراحة وبكل موضوعية، شكون في هاد الفنانة اللي غنذكر لك اللي كتشوف بان مؤهلاته الصوتية احسن من ديالك؟ من ديالي مرحبا. واش محمد الريفي، مراد البوريقي، محمد عدلي، ولا بدر سلطان؟ احسن مني في الصوت. اش غنقول لك؟ سؤال ماشي غنقول لك انا ما كاينش محسن مني، اكيد غنقول لك ما كاين محسن مني اكثر، ولكن انا ما نمدحش لك راسي. انا الصوت ديالي ماشي واو، ولكن الصوت ديالي فيه احساس، فيه شجن اللي تسمعو يدخل لك الاذن ديالك. باش يكون شي واحد احسن مني ما عرفتش، ما غنى كل هريسه. بصحه وراحه. شكرا لكم. شكرا. تبارك الله عليكم. كليتوا شويه الهريسه، هو دوزها بالخبز، انت كتيجي معك الخبز ديالك ولا الطون؟ ذوقني. تبارك الله عليكم. دابا غندوزو حالا لاخر فقره في البرنامج اللي هي فقره ديال التحدي.
إيهاب وأميلكس عندكم هاد اللعبة هذه خاصكم تكونوا كتجريو وكتغنيو وميم طو وغادي نشوف شحال ديال الوقت كل واحد فيكم غيبقى شحال ديال الوقت فوق منها بلا ما يطيح متفقين؟ صح باش نبداو ديروا حجرة ورقة مقص نبداو نبداو بإيهاب نبداو انت اللي بغيتي على إيهاب الله يحفظك ميرسي هذيك السنان هيدو لا صعيبة 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 مشي شباب حلو ها كيش صعيبة صعيبة طلع طلع نجرب طلع 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 نملا طلع طلع كبير عليا هكذا مستحيل غير تيا ماشي بحالو تيا ماشي بحالو ها الراي ماشي في قاسة لإيهاب وأمينوكس إيهاب تبارك الله عليك أمينوكس تبارك الله عليكم قبل ما نسالي الحلقه نخلي لكل واحد فيكم كلمه قدام الجمهور اولا كنشكر القناه الثانيه وبرنامج رشيد على الاستضافه وفخورين كحنا شباب جايين للبرنامج ثانيا كنحيي هذا الجمهور الكبير اللي حاضر معنا وكنحيي جمهوري للمغربي للجزائري للوطن العربي للخليج وكنبغيكم كاملين وان شاء الله بقاو مسادين كي الجديد ان شاء الله أمينيكس كلمة ليك كنشكرك أولا على الاستضافة مرحبا صافي بليزير أن نحن نكون معك في بلاطو اليوم وكنشكر هذا الجمهور بيان سيغ وكنشكر التيم ديالي وأفريكا برود والإن إم جي لابيل ديالي إن إم جي وكاع التيم اللي واقف معايا وهذا ضي ضي شكرا بارك الله عليكم